الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، ونصلي ونسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن وفي طاعة الرحمن سبحانه جل وعلا، سائلا ربي تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا للبر والتقوى، أمين يا رب العالمين. بفضل الله عز وجل ومنته وكرمه وصلنا إلى صفحة رقم 219. قوله تبارك وتعالى: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذه الآية الكريمة متعلقة بالآيات السابقة، لما دعا موسى عليه السلام على فرعون وقومه: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. يعني أثنى سيدنا موسى على ربه تبارك وتعالى، أولا ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، لكن للأسف يا رب ربنا ليضلوا عن سبيلك، استخدموا هذه النعم التي أنعمت عليهم بها في معصيتك وفي الإنفاق أو في الصد عن سبيلك، فربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. بيتبين أيها الأحبة من هذا الدعاء أن سيدنا موسى عليه السلام بدأ بالثناء أولا على الله عز وجل: ربنا يعني أنت المتفضل وأنت المنعم على فرعون وملئه، وأتيتهم هذا يعني النعيم الذي هم فيه في هذه الدنيا، لدرجة أن فرعون ادعى الربوبية من دونك وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فيا رب أنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، لكن هذه النعم استخدموها في معصيتك، ثم دعا ربه تبارك وتعالى قائلا: ربنا اطمس على أموالهم. وهذا دعاء طلب، يبقى الدعاء الأولاني إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، هذا دعاء ثناء على الله عز وجل أنه المتفضل سبحانه جل وعلا حتى على فرعون، حتى على فرعون هذا الذي ادعى الربوبية من دون الله تبارك وتعالى وقال: أنا ربكم الأعلى. فرعون ده ربنا تبارك وتعالى أنعم عليه، ومع ذلك استخدم هذه النعم في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. ثم دعا ربه تبارك وتعالى قائلا، وهذا دعاء الطلب: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. سيدنا هارون فين هنا؟ سيدنا هارون كان يؤمن على هذا الدعاء، عشان احنا ناخد أمر فقه الآن من هذه الآيات الكريمة. رد الله تبارك وتعالى قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، مع أن سيدنا موسى بس هو اللي بيدعي، هو اللي بيطلب، وقال موسى ربنا. فين سيدنا هارون هنا؟ سيدنا هارون كان يؤمن على هذا الدعاء، لذلك العلماء أخذوا حكم فقهي هنا أن الداعي والمؤمن كلاهما سواء، كلاهما إيه؟ سواء، الاثنين زي بعض. ومن هنا كذلك أخذ العلماء أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، الفاتحة كلها هي دعاء، نحن ندعو الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، هذا دعاء ثناء، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، كل ده اسمه دعاء إيه؟ دعاء ثناء. النصف الثاني دعاء طلب: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، إلى نهاية الإيه؟ السورة الكريمة. فسورة الفاتحة اشتملت على دعاء ثناء ودعاء طلب. فأما المأموم في النهاية ماذا يقول؟ يقول أمين. فكأنه ساوى الذي قرأ الفاتحة، ساوى الذي قرأ الإيه؟ الفاتحة. ولذلك خدوا حكم فقهي هنا وأقروا غالب العلماء أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، إلا أن هناك ثلة من العلماء يعني شددوا في هذا الأمر وقالوا: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا قراءة له. شددوا في هذا الأمر وقالوا أنه لابد للمأموم أن يقرأ الفاتحة كذلك، لكن الحكم الأول هو الذي أراه صوابا إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا أقول لك، لو الإمام إدالك فرصة بعد ما قرأ الفاتحة أنك تقرأ الفاتحة فبها ونعمة، ما إدكش فرصة وقرأ على طول السورة اللي بعدها برضه فبها ونعمة، هي قراءته قراءة لك إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنك أمنت على الفاتحة في النهاية أمين،
فأنت كذلك تساوي هذا الذي قرأ الفاتح. طيب، قال الله تبارك وتعالى: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يعني قال الله عز وجل موسى وهارون: قد أجبت دعاءكما على فرعون وأشراف قومي، فاثبتا على دينكما ولا تنحرف عنه إلى اتباع سبيل الجهال الذين لا يعلمون طريق الحق. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يعني يسرنا لبني إسرائيل عبور البحر بعد فلقه حتى جاوزه سالمين، حتى جاوزوه سالمين، فلحقهم فرعون وجنوده ظلما واعتداء حتى انطبق عليهم البحر. بعد ما سيدنا موسى عليه السلام نجا هو ومن معه من المؤمنين، إذا بفرعون الله تبارك وتعالى يغرق وينطبق البحر، يجي كده فرعون ومن معه يهيئ لهم كأن البحر خلاص صار طريقا يابسا، فعايزين يمشوا يجروا وراء سيدنا، فإذا بالبحر ينطبق عليهم ويغرقهم الله تبارك وتعالى. فلحقهم فرعون وجنوده ظلما وعدوا واعتداء حتى إذا انطبق عليه البحر ونالوا الغرق ويأس من النجاة. قال جاي بقى في الوقت ده بيآمن فرعون للدعاء الربوبية الذي عتى وتكبر وظلم وفعل وفعل، جاي في الوقت ده وبيؤمن، بيقول قال آمنت أنه لا معبود بحق إلا الذي أمانت به بنو إسرائيل وأنا من المنقادين لله بالطاعة. بس تنفع التوبة في الوقت ده؟ ينفع الإيمان في الوقت ده؟ خلاص ما ينفعش، ما تنفعش التوبة خلاص. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يعني لما كانت معاينة الموت مانع من قبول التوبة، قال الله تبارك وتعالى: أتؤمن الآن بعد اليأس من الحياة وقد عصيت الله يا فرعون قبل نزول العذاب بالكفر به والصد عن سبيلي وكنت من المفسدين بسبب ضلالك في نفسك وإضلالك لغيرك. لذلك عندنا آية في النساء: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليم. التوبة خلاص ما تنفعش. لذلك أيها الأحبة، نحن الآن في نعمة أن الله تبارك وتعالى فتح لنا باب التوبة، ما زال باب التوبة مفتوح، علينا أن نعلن التوبة النصوح لله جل وعلا قبل أن يأتي وقت لا ينفع فيه التوبة، مش هتنفع التوبة في الوقت ده خلاص. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يعني فاليوم نخرجك يا فرعون من البحر ونجعلك على مرتفع من الأرض ليعتبر بك من يأتي بعدك، وإن كثيرا من الناس عن حججنا ودلائل قدراتنا لغافلون لا يتفكرون فيها. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، جثة فرعون موجودة إلى الآن. فين يا جماعة؟ موجودة فين؟ في المتحف المصري. قيل أنه رمسيس مين؟ الثاني، والله أعلم. حتى أن هناك عالم يهودي كان عمل تجارب على هذه الجثة وأبحاث، ووجد أن هذه الجثة ماتت بالغرق في يوم من الأيام، فآمن ودخل الإسلام بسبب هذا البحث اللي هو عمله على هذه الجثة، إن هي ماتت بالفعل بالغرق. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. خلي بالك من ختام الآية برضو بيتكرر معنا كتير: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا مؤمنين لا لغافلون. دايما تلاقي الكثرة هي اللي في الضلال، هي اللي في الهلاك. كثيرا من الناس أكثرهم لا يذكرون، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعقلون. دايما تلاقي الآيات كده كلها. يعني عشان كده بنقول دايما عليك بالقلة، أسلك طريق الهدى
ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. مش عشان يعني ما انت دخلت المسجد لقيت صف ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة تقول يا عم ده تلاتة اربعة وتاخد الموضوع بالكثرة والكلام، لا، خليك مع هذه القلة لعلها هي الناجية ان شاء الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الفرقة الناجية هي ما عليه انا واصحابي، اللي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يلتمسون خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، يلتمسون طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويسير على هديهم وعلى نهجهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. قال تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدقا ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يعني ولقد أنزلنا بني إسرائيل منزلا محمودا ومكانا مرضيا بعد ما ربنا نجاهم من مين؟ من فرعون وجنوده في بلاد الشام المباركة، ورزقناهم من الحلال الطيب. لكن يا ترى هم ظلوا على هذا الحال؟ ظلوا على هذا الحال؟ لا، للأسف. فما اختلفوا في أمر دينهم حتى جاءهم القرآن مصدقا لما قرأوه في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، سمعونا الصلاة عليه الصلاة والسلام. فلما أنكروا ذلك سلبت أوطانهم، إن ربك أيها الرسول يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيجازي المحق والمبطل منهم بما يستحق كل منهما. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يعني فإن كنت أيها الرسول في ارتياب وحيرة من حقيقة ما أنزلنا إليك من القرآن، فاسأل من آمن من اليهود الذين يقرؤون التوراة والنصارى الذين يقرؤون الإنجيل، فسيخبرونك بأن الذي أنزل عليك حق لما يجدون من نعته في كتابيهما، يعني في التوراة والإنجيل. لقد جاءك الحق الذي لا مرية فيه من ربك فلا تكونن من الشاكين. والآية دي يا جماعة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يشك؟ حاشا للحبيب صلى الله عليه وسلم أن يشك، ولكن الخطاب للأمة بأكملها، لمن عنده شك، لمن عنده شبهة مما يلقيه أعداء الدين للمسلمين في دينهم. أعداء الدين النصارى اليهود بيجيبوا القرآن وممكن يقرؤوه من الجلدة للجلدة، بس مش قراءة عبادة، بيقرؤوا قراءة إيه؟ قراءة الطلاع، قراءة إن هم عايزين يستخرجوا آيات معينة يثيروا بها الشبهات بين المسلمين، علشان جهلة المسلمين، الناس اللي على قدها اللي ما عندهاش علم، تيجي لما تسمع حاجة زي كده ممكن يطرح عليك سؤال معين، تبص تلاقي نفسك اتلخبط، ما انتش عارف تجاوبه ازاي. هو عايز يوصلك كده، عايز يشككك في دينك. فالخطاب هنا للسائر أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإن كنت في شك، لو انت شايف ان في شبهة عندك أثرها عليك أعداء الإسلام، في الحالة دي تعمل ايه؟ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل، اسأل العلماء، اسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عشان تتعلم دينك وعشان تفهم دينك، وحتى لا تكون في شك من أمور إيه؟ من أمور دين. وهنا يتبين لنا أيها الأحبة فائدة طلب العلم، فائدة طلب العلم، لا بد من طلب العلم، لا بد من السعي والتعلم حتى تكون على بينة من أمور دينك. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. يعني ولا تكونن من الذين كذبوا بحجج الله وبراهينه فتكون بذلك من الخاسرين، الذين خسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم. وكل هذا التحذير
لبيان خطورة الشك والتكذيب، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يصدر منه شيء من هذا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، يعني إن الذين ثبت عليهم قضاء الله بأنهم يموتون على الكفر لإصرارهم عليه لا يؤمنون أبدا، يعني لما اطلع الله عز وجل على قلوبهم من الجحود والنكران. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، يعني ولو أتتهم كل آية شرعية أو كونية حتى يشاهدوا العذاب الموجع فيؤمنوا حين لا ينفعهم الإيمان. من فوائد الآية رقم 1 وجوب الثبات على الدين وعدم اتباع سبيل المجرمين، ودائما أدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رقم 2 لا تقبل توبة من حشرجت روحه، خلاص الروح بلغت الحلقوم، عاين الموت في اللحظة دي خلاص ما ينفعش التوب أو عاين العذاب. رقم 3 أن اليهود والنصارى كانوا يعلمون صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكبر والعناد هو ما منعه من الإيمان بالحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا، وصلهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.